السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا قناة شوف تي في، مباشرة معكم من مدينة الرباط وبالضبط تقدم المنطقة بالضبط تقدم حي الرشاد. السيدة هذه تعرضت للعنف من طرف ربيبها، جرى عليها منظار وهي لابسة حق الله، وكانت بغات توصل الرسالة ديالها للمسؤولين ورجال ديال الشرطة ورجال الأمن ورجال ديال المحكمة اللي يشوفوا لها الحق ديالها. هي نخليوها معكم تتكلم معكم، تفضلي. أنا اللي تعرضت للعنف من طرف ولد راجلي، أنا من تقدم تعرضت للعنف من ولد راجلي، ما كانش كاع ساكن معايا، ومني مات الأب ديالو جا سكن معايا، ولا كيتعدى عليا ولا كيتحرش بيا، ودخل لي البيت النعاس ديالي وشفر لي 2.5 ملايين، ومشيت ديكلاريت به. مني ديكلاريت أسيدي ديك الساعات، مني جيت نشد الموعد هنايا في تمارة، مني رجعت لداري لقيته بدال عليا الساروت، مشيت عاوتاني عاودت به شكاية. مني عاودت شكاية باش غادي يواجهوني أنا وياه، ما واجهوناش، طلبت أنايا باش نرجع لداري وناخد حوايجي. مني مشيت أنا والبوليس، مشيت لداري باش ناخد حوايجي، كيسبني وكيعايرني وكيقول لي ما تطلعيش ديال أمك للدار، والدار راه ديالي وغادي نقطع لك الأعصاب وغادي نقتلك، وانتي ما عندك لا دار لا والو، الدار ديالي أنا. قلت له راه الدار راه ديال راجلي وديال لوسي، لوسي عنده النص وانا عندي وراج، انتوما عندكم النص انا معاكم، ما خصكش دير معايا هذا الشيء. قال لي غنديروا معاك وغنفوتوا، وتيقول لي انت حماره وانت شفاره وانت ديال امك، ولا كذبت عليك رجعي لهنا للدار. جيت بحالتي لقيتو شفر لي بعدا كاينه، شفر لي الحويجات ديالي، شفر لي كاع داكشي اللي عزاوني به الناس، هزو هز الباطو ديال الفضه، هز الكيسان على 2 مرات، هز الشنطه عامره تفاصل، هز لي الكواج 2، هز لي الكفرليات، وتيقول لك ما كنشفر ما والو، انا انت اللي شفاره وانت اللي بنت الحرام وانت اللي ما تسواي وانت اللي ما تصلحي. وكيهددني كيهددني كيهددني كيهددني، كل مره كيقول لي غادي نقتلك غادي نقتلك ونمشي عليك للحبس، وانت ما عندك اللي يدوي عليك، انا راني مولف وانا عندي الناس ونقتل لك ونقطع لك العصب ديال رجليك، وما عمرك باقا ترجعي للدار. دابا انا كناشد وكنطلب هاد السيد كان عدول، كان عدول وكان فات في الحبس سيدي، دوز 10 سنين ديال الحبس، تحكم تحكم ب20 عام، حيت هو عدول ونصاب وشفر الدوله، وكان تيدير الكواغط مزورين وتيحيد البلاد لهذا ويردها لهذا. سيدي هي هذيك تحكم ب10 سنين، تحكم ب20 عام، دوز 10 سنين وخرج وعاود رجع عام واحد اخر، ودابا تيقول لي انا راه ما عندي من زعما ما عندي ما نخسر عليك، انا نقتلك ونقطعك ونديرك في الميكات ونمشي عليك للحبس، انت ما كاين اللي يوقف معاك، انا راه عندي عارف شنو ندير. دابا الا لحقتي الباب الزنقه نقتلك، ما عندك حتى حاجه هنا ولا لحقتي. قلت لي انا بغيت حوايجاتي، قال لي ما عندك لا حوايج لا والو، وشفر الحوايج وكيحلف كيقول لك ما ديتهمش، ولقيته هو اختو كاينين في الدار، وجر عليا لابسه هذا الابيض هو اللي عندي قسما بالله، والنهار ديال اليوم واش شي مراه كتكون لابسه الابيض وتخرج من دارها خاصها تبقى في دارها، دار راجلها فين مات توضى وتصلي، وتيجوا عندها العيالات وكيعزيوها، انا كيجوا عندي العيالات كيجلس ليا وسط العيالات، كيدخل لي للصاله وطفي الضو ويبقى داير غير البيل، وتصنت عليا ودار لي الضاجيج في ودنيا، كيتحرش بيا يجيني بالليل، دار لي الخوف، ما نقولكش اولدي اش داير ليا. انا كنطلب من جلاله الملك، كنطلب من وكيل الملك، كنطلب من خوتي وخواتاتي المسلمين كاملين، راني ما قاريهش راني ما عارفاش، راه كنهضر بواحد الحرقه، كنطلب الناس يوقفوا معايا، تحملين الجمعيات كاع اللي في قلبه الرحمه يتضامن مع هاد المراه، لحقاش هاد السيد راه حقرني وانا ما عندي لا وليدات لا والو، 20 عام وانا هزه هاد الاب، مال هما كانوا كيجيو مني كان هاد الاب كان مريض، ما كانوش كيجيو كلهم، ما كانوش كيدخلوا. مني مات جراو عليا من الدار، جرى عليا من داري وخلاني في الزنقه. دابا انا ما عنديش من غير هاد الحويجات هما اللي عندي، ما كنصيبش ما نلبس لا والو، تقول والله ما عندي. انا جيت عند اختي مسكينه راه محتاجه وبوليداتها، انا خاصني نبقى في داري منعني من دويرتي، راجلي عنده مكازه مكريه، قال لي دابا والله ما تدي منها نبريشه، ما خاصني ندي حقي في الكرا، قال لي ما ديش نسكن في داري، قال لي ما تسكنيش الا قربتي نقتلك، انا ما عندي والو، قال لي نخسر نقتلك نقطع لك العصب
ونديرك في الميكات الكحول واللوحك. انا كنطلب من جلاله الملك، من جلاله الملك خويا الملك، شوف فيا، شوف فيا من هذا الراجل، راه مجرم وخرجني من دويرتي. فين غنمشي انا؟ ما عنديش فين نمشي، انا مرض دابا، تنشرب الدواء ديال الضيقه، كندير الدواء تاع الضيقه، كندير الدواء تاع العصب. دابا شدوني الكواط، مشيت عند الطبيبه قالت لي خاصك ضروري تاخذي الدواء ديال الكواط، عندي فقر الدم، عندي بزاف د الحوايج، وراني مريضه وراني مفقوسه، وهاد السيد راه تعدى عليا. انا كنطلب من جلاله واكل الملك هو يوقف معايا ويعطيني حقي، عطيوني حقي الجمعية، اي واحد خواتاتي خارج المغرب داخل المغرب وقفوا معايا. هذا ما كيقرا ما تيطرى للمراه اللي عاقره وما عندهاش الاولاد. انا هذا الراجل مسين اللي تزوجت به مسين، عنده 80 عام وهزيته، وما عمري ما كنت مسخوطه معاه ما والو حتى مات. وانا كنطلب دابا من خوتي وخواتاتي خارج المغرب داخل المغرب الجمعيات، انا راه اميه ما عارفاش، كنطلب منكم تضامنوا معايا وتعاونوا معايا، ولو غير كلمه غتهز لي المعنويات ديالي، ولو غير كلمه، راه ما عندي لا ولاد لا والو. هذا الراجل راه تعدى عليا وحطمني، طيح لي، ما بقيتش نقدر نوقف، وعذبني الحوايج ما عنديش، خطف لي حويجاتي وخرجني، قال لي خرجي مع الباب، ما عندك حتى شي حاجه الدار ديالي. واصلا مني ما تراجلي في شهر 12 بغيت ندير معاهم غير سميتها شهاده الاراثه، وخدا لاكارطات ديالي وديال المرحوم شهر وهزهم، وكان بغى يطلقني بالزور، كان بغى يديرني مطلقه، حيت هاد العدول مولف النصب والاحتيال، شهر وهو هازو شهر، وانا تابعه كنطلبها بعينيه، وعرفته كان غادي يدير الزور، ومشى تيجري وبغى يحيد الدويره، بغى يديرها في سميتو هو بوحديته، وانا راه انا وخوتو حنا 10، هما 9 وانا كملت 10، والنص راه ديال لوسي ماشي ديالهم، دار راجلي ولوسي، لوسي راه في الخارج، النص ديالو والنص ديال راجلي انا المرحوم اللي توفى في شهر 12، ولادو 9 وانا كملت 10. انا كنطلب حقي نشدو كامل ومكمول، هاد السيد راه تعدى عليا، انا كنطلب من جلاله الملك، كنطلب من جلاله الملك يوقف معايا، وقف معايا سيدنا، وقف معايا، راني معذبه، هاد السيد راه تعدى عليا، راه جنى عليا، خرجني من داري، فين غنجلس، فين غنجلس، وقال لي خرجي ما تجلسيش في الدار، ولا جلستي غادي نقتلك، نقردك ونقتلك، ندقدقك ونديرك في الميكات. قال لي راه قتلوهم في سلا، اش نصوروا عليهم؟ قال لي الحبس انا نمشي لي ما عنديش مشكل، انا ما نخاف حتى من واحد. قلت له انا غنمشي عند جلاله الملك، قال لي سيري فوتي اي واحد، غنمشي عند وكيل الملك، قال لي سيري جري طوالك، المخير في الخيل ديالك ركبي عليه، انا ساكن في الدار وانت ما تدخليش ليها، ما ترجعيش ليها، لا رجعتي غنقتلك. انا كنطلب وكنناشد من خوتي وخواتاتي خارج المغرب داخل المغرب، انا دابا عندي الدواء ديال الكواط وما لقيت باش ناخذو، ما بقيتش نقدر نهضر، وليت كنهضر بحالكم بحوحه، لحقاش خرجوا لي الكواط، شهر دابا وانا خارجه من داري، مني كنرجع لداري كيقول لي ما عندك دار، ما عندك حوايج، يا الشفاره يا الكلبه يا اللي فك يا اللي فك، وتعدى عليا هذا السيد وعصبني ومرضني، وانا رانا عارفين الناس 20 عام وانا كنسكن تما، 20 عام وانا مع ذاك الموسين، ما كانوش هما، كان لي في الحبس في الحبس، واللي كان مجري عليه مجري عليه. درتي شكايه عند الشرطه؟ درتي شكايه؟ درت شكايه، درت شكايه وما خرجت حتى بخلاصه. ما واجهونيش انا وياه، ما عيطوش لي، ما واجهونيش انا وياه، الجمعه والناس الناس كتصلي، وانا بقيت تما كاينه كنسعه حشاك باش نقول لك، تنسعه وكنقول لهم راه بغيت غير حويجاتي، بغيت حويجاتي، قال لي واش انت تخرجي الراجل من دارو؟ قلت لي لا ما غاديش نخرجو من دارو، حكموا غير بالحق، يلاه معايا، مني مشاو معايا الشرطه كيجريو عليا بعدا كاينه تلحقت العشيه من الصباح وانا تما. نقطات الماء ما لقيتها باش نشرب، وما عنديش حويجاتي، بغيت ناخذها حويجاتي، مني مشاو معايا تيكذب وقال لي ما نبدلش الساروت، هو مبدل الساروت، وعطاوني واحد الساروت، قلت لي ما انتم بعدا كاينه كنفتح، ما كيفتحليش قدام البوليس، جوج همايا، جوج ناس، كنقول لهم شوفوا انتم راه ما كيفتحش، هو يجي عاد جاب الساروت وحل، ومني دار قال لي راه كتكذب، قال لهم كتكذب، قلت لها سعادة البوليس ها انت سعادة الكوميسير ها الساروت، شوفوا واش فتح واش حل لي الباب وقدامكم. قال لي دابا اش بغيتينا نديرو لك حنايا؟ بغيتي تطلعي لدارك، طلعي، بغيتي تمشي سيري، هذاك شغلك، دبر راسك. قلت لهم اجوا معايا، الله يرحم الوالدين، طلعوا غير شوفوا البيت، راه حلوا شفر لي الحوايج، شفر لي بلاطو ديال الفضه، شفر لي جوج عماير تاع الكيسان، جوج بلاطويات تاع الكيسان، شفر لي الشنطه عامره فاصل اللي شاري لي راجلي المرحوم، وشفر لي جوج كواش، وشفر لي جوج كويطات، والشبكه كبيره عامره بالتصبيل الحوايج باش كنبدل، شفرهم، شفر لي الفلوس، شفر لي حوايجي، ما خلى لي حتى حاجه، شفر لي جوج ملايين ونص،
شفر لي 2.5 ملايين، شفر لي 10,000، شفر لي 4,000، راني حاطه داك الشيء الفلوس راني حاطاهم، وهذا الراجل راه تعدى عليا. درت شكايه ودافعها حيت بغيت نشوف وكيل الملك، ما خلاونيش لحقاش، قال لك كاينه كورونا غدفعي للخاليه وتمشي تسناي، ودابا حيت انا اميه وما عارفاش وما عارفه اللي فين نمشي لا فين نجي، الا ما داني شي واحد ما نمشيش، ما كنعرفش. وهاد الناس انا مرضت عندهم اصلا، مرضت بالخلع ومرضت بالاحتقار، حتى وليت كناخذ الدواء ديال العصب، من الدواء ديال العصب وليت كندير الدواء ديال الضيقه، من الدواء ديال الضيقه دابا جاوني الكواط، مشيت عند الطبيبه البارح قالت لي خاصك ضروري تاخذي الدواء ديال الكواط، وانا ما لقيتش الفلوس باش ناخذ الدواء ديال الكواط. هاد السيد تعدى عليا، كنطلب من خوتي وخواتاتي كاع اللي تيسمعني من هذا المنبر يعاوني، راني وليه، راني محقوره، خدمت 20 عام والناس راه تزوجت غير 4 سنين، ورثت الديور ورثت العمارات ورثت الطوموبيلات، تيقول لي والله داك البيت لا سكنتي فيه، انا غيطير وغابيت غابيت اولدي باش نستقر غيبيت، حيت هذيك الدار حنا ولوسي غتفرق من النص هما 10، انا تنقول غير داك البيت بركة عليا اللي كنت مقابله فيه المرحوم حتى مات فيه، غير داك البيت الدار راه مفرشه بالحوايج، انت مول الخير راجلي فرش الصاله بخمسة المليون، وعنده المواعن وعنده الطوس وعنده كل شيء عنده، والله ما تنقول انا على المواعن، راه حقي فيهم اي حاجه حقي فيها، ولاني كنقول بغيت غير داك البيت فين نستقر. هذا الراجل تعدى عليا، هذا الراجل مرضني، هذا الراجل ما احترمنيش، هذا الراجل ما خلانيش اللوح الابيض، تيجوا عندي صحاباتي يعزوني، تيجوا عندي الناس صابوا وخرجني، انا راه بنت ناس انا راه والديا راه ناس كبار، راه بنت عائله وتعدى عليا. انا المطلوب بغيت جلاله الملك ووكيل الملك يوقف معايا، بغيت حقي، بغيت يرجع لي حوايجي كما داهم، بغيت حقي من الدار من اي حاجه، بغيت فلوسي يرجعوا لي. هذا الراجل ما احترمش باه، ما احترموش في القبر، وما مات حتى حط لهم التقليد، قال لهم هذه المراه راها مرضت عندي تهلاو فيها خليوها في دارها ما تخرجوهاش من دارها، وقال لي شوفي كان تيقولها لي مسكين الله يوالي برحمتي الله في نهار اليوم، كيقول لي راه خايف عليك يا بنتي، راه خايف عليك من الحنش لك حن، الحنش لك حن راه غيتعدى عليك، راه غادي يتعدى عليك، وفعلا ها هو تعدى عليا. انا كنطلب من خوتي وخواتاتي خارج المغرب وداخل المغرب يتعاونوا معايا ويحنوا عليا، راني مرميه في الزنقه، راني بت في الزنقه، راني بت في الزنقه، وغيروا على الوليه واش اللي تاخذ راجل كبير وتهز بيه مني تدفن هكا يجرى عليها، راه هذا الشيء علاش الزواج ما خاصوش يبقى. وعباد الله وراني تعذبت وراني تمحنت، وشوفوا من حالي الناس ورفقوا عليا، شكرا لجلالة الملك، شكرا لوكيل الملك، انا كنحترم اي واحد في الشرطه ولا اي واحد، وقفوا معايا وعطيوني حقي، ما تميلوش لواحد الجهه.